احنا دايما في صباح الخير يا مصر كده بنحاول نهتم بالامور الصحيه والطبيه والغذائيه بشكل كبير. في ناس ممكن ما تهتمش بنوعيه الاكل اللي فيه قيمه غذائيه كبيره، فيه فيتامينز او معادن بيحتاجها الجسم، ده ممكن يؤدي لبعض الاحيان من غير ما نحس ومن غير ما نشعر لمشاكل صحيه، ممكن نصاب بالانيميا بسبب نقص بعض المعادن او الفيتامينات زي الحديد مثلا. وساعات بيبقى فيتامين سي وساعات فيتامين دي، في حاجات كتير بتبقى ناقصه. خلينا نعرف التفاصيل اكتر من الدكتوره دعاء الغنيمي، استشاري امراض الدم. دكتوره صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. جت فتره كده كل السوشيال ميديا بتتكلم انه اي مشكله السيدات بالذات بتحس بيها دايما يسالوها يقولها حللتي فيتامين دي. في مشاكل كتير جدا بتتسبب بسبب نقص فيتامين دي، هل فعلا البروباجندا اللي معموله على فيتامين دي تستحق؟ هو فعلا فيتامين دي من اهم الفيتامينات الموجوده في الجسم، وهو من الفيتامينات الزائده في الدهون وله خواص معينه. طبعا ما فيتامين دي بيساعد على امتصاص الكالسيوم وعلى امتصاص الفوسفور من الامعاء، بيساعد على التوازن اللي بيحصل ما بين نسبة الكالسيوم ونسبة الفوسفور في الدم، وبالتالي هو بيساعد كمان على دخول الكالسيوم إلى العظام، وبيساعد على الحفاظ على صحة العظام وعلى صحة العضلات، وهو كمان من الفيتامينات المهمة اللي بتخلي فيه نشاط في الجسم واكتساب طاقة. فهو فعلا من الفيتامينات المهمة جدا اللي لازم الإنسان يعمل يعني فحص كل فترة عليها إذا كان في عنده فعلا نقص في فيتامين دي ولا لا. طب دكتور، هل في علاقة بين نقص فيتامين دي والأنيميا؟ يعني إيه العلاقة المباشرة بينهم؟ لا، هو فيتامين دي ملوش علاقة خالص بالأنيميا. الأنيميا موضوع مختلف تماما، والأنيميا ليها أسباب أخرى. الأنيميا يا إما أنيميا نتيجة سوء تغذية، وأشهرها طبعا على الإطلاق هي أنيميا نقص الحديد، وديت مش موجودة في مصر بس، دي موجودة في كل دول العالم. نمرة 2، في عندنا بقى أنيميا نتيجة نقص فيتامين B12 ونتيجة نقص حمض الفوليك، ودي برضو نتيجة سوء التغذية. وفي أنيميا تكسيرية مزمنة، وديت بتبقى نتيجة جينات وراثية موجودة أكتر. عند ديت بتبقى مورثة أكتر ونتيجة جينات، يعني خلل في الجينات. لكن فيتامين دي بيختص بناحية أخرى خالص اللي هي أهمها صحة العظام وصحة الجهاز العضلي في الجسم. جميل، أكيد. طيب في أعراض بتظهر على جسم الشخص ممكن توضح إصابته بأن هو عنده نقص في فيتامين دي؟ يعني هل أنا محتاجة أروح أعمل تحليل كل شوية عشان أعرف أن أنا عندي نقص فيتامين دي، ولا من أول مرة عملت تحليل بعد كده أبقى واخدة بالي وخلاص؟ لا، هو الأعراض اللي هي الشهيرة عن نقص فيتامين دي ممكن يبقى فيه ألام في العظام، ممكن يبقى فيه ألام في العضلات، ممكن يبقى فيه شعور دائم بالإجهاد والإرهاق، نقص في كفاءة الجسم، نقص في النشاط اليومي بتاع الجسم، في خمول، في نعاس، احيانا بيسبب اضطرابات فيه اللي هي اللي بنسميها المود او المزاج بتاع الشخص نفسه، هو حاسس على طول ان هو تحت ضغط، او فيه مش عايزين نقول اكتئاب، عايزين نقول نوع يعني من اللي هو اللي يعني عدم الصحه الداخلي او مثلا او عدم التوازن يعني. فممكن ساعتها الشخص يتجه الى ان هو يعمل تحليل فيتامين دي، ولكن دايما انا بوجه الناس انها تعمله تحت اشراف طبيب، مفيش داعي ابدا ان انا اروح اعمل التحليل من نفسي. وهو المعدلات بتاعته بتبقى واضحه، يعني المفروض ان هو يكون النورمال بتاعه او الطبيعي بتاعه اعلى من 30. لو هو من 20 ل 30 بنقول ان هو فيه نقص متوسط الدرجه، ولو اقل من 20 بيبقى فيه نقص شديد يستحق العلاج. برضو العلاج لازم يكون تحت اشراف الطبيب، لان بيبقى فيه جرعات محدده وبيتاخد لكورس معين مش لفتره طويله، وبيتاخد كمان ممكن يبقى بنظام يومي او نظام اسبوعي، فلازم اشراف الطبيب في الجرعات بتاعه فيتامين دي بالذات. لان اللي فيه معلومه مهمه برضو، زي ما نقص فيتامين دي بيسبب اعراض، زي ما زياده فيتامين دي على العكس بتسبب برضو اعراض احنا يعني في غنى عنها كمان. طب ده هيخليني اسال حضرتك يا دكتور دعاء، في بعض الاحيان في ظاهره كده بنشوفها، يعني بعد تجاوز سن الأربعين الناس بيلجأوا لتناول بعض الفيتامينات من غير استشارة الطبيب،
ويقول ده عادي اللي بتباع في صيدليات شركات مختلفة، وإن ده ممكن يصح يعني يحسن من حالتي الصحية، يخليني أقاوم أي إجهاد يومي. فكرة تناول الفيتامينز من غير الرجوع للطبيب كأنها حاجة بسيطة جدا وبتساعد جسمي. هي فعلا دي ظاهرة، وظاهرة موجودة من زمان عندنا في المجتمع المصري، إن أي شخص عادي بيتوجه للصيدلية وبيطلب الدواء اللي هو محتاجه، وممكن الصيدلي في بعض الأحيان يساعده في إنه هو يختار الدواء ليه، وخصوصا الفيتامينات اللي هي بتبقى يعني محل تفكير من الناس كلها، إن أنا لو أديت طفلي فيتامين يبقى هو هيبقى صحته أحسن، أنا لو أخدت فيتامين هتبقى صحتي أحسن. في حين أنا شايفة إن التوازن الغذائي أو التغذية السليمة هي نمرة واحد اللي إحنا المفروض نفكر فيها، وخصوصا في الأطفال، وخصوصا الظاهرة اللي موجودة عند الأطفال اليومين دول، إنهم يتوجهوا للسوبر ماركت وبيشتروا حاجات كتير قوي بغض النظر عن أسمائها التجارية، وخصوصا اللي هي الحاجات اللي موجودة، المغلفات كلها، أي حاجة في أكياس كلها بغض النظر عن الأسماء التجارية ديت، بتسبب مشاكل كتيرة جدا عند الأطفال، سوء تغذية بتمنعه من إن هو يأكل الأكل الصحي اللي موجود في البيت. عندنا يعني أعداد كبيرة جدا من الأطفال بتتوجه عندنا في العيادات بتاعة أمراض الدم وعيادات النمو، إن الأم بتشتكي من إن الطفل مفيش نمو، مفيش طول، مفيش اكتساب وزن، صحته مش أحسن حاجة فيه، أو وارد يكون فيه اكتساب وزن بس اكتساب وزن مبالغ فيه يؤدي لسمنة يعني. بالضبط كده، أو ممكن يكون العكس اللي هو زيادة في الوزن ولكن نتيجة تغذية خاطئة. فلازم فعلا يعني يبقى فيه تحت إشراف طبيب، ويبقى فيه تحليل على الأقل لصورة الدم اللي بتبين إذا كان فيه عندنا مشكلة ولا لا. تمام. أكيد. طب سريعا، أهم الأطعمة والمشروبات اللي لازم نحرص عليها عشان تمد أجسامنا بالمعادن والفيتامينز اللي محتاجينها يوميا. بصفة عامة طبعا لازم شرب اللبن وخصوصا للأطفال، وأنا دايما بوجه الأمهات إن مش لازم تقدمي اللبن في الصورة اللي هي يعني الصورة الأساسية بتاعته، حاولي تتصرفي، دخلي اللبن مع أي حاجة تانية، ممكن تدخلي معاه شوكولاتة، ممكن تدخلي معاه جوافة، تدخلي معاه فراولة، تدخلي معاه موز، يعني حاولي تدخلي اللبن بصورة طفلك يحبها. طبعا البيض، ومش لازم برضو دايما البيض في الصورة المعتادة اللي هي البيض المسلوق، أو يعني ممكن إحنا نتصرف في شكل الطعام اللي إحنا بنقدمه لأطفالنا بحيث إن هو يبقى محبب ليهم وفي نفس الوقت يستفيدوا منه غذائيا. طبعا كل أنواع الجبن فيها نسبة عالية جدا من الفيتامينات والكالسيوم والحديد وفيتامين ب12 وحمض الفوليك، موجود أكتر في اللي هي الورقيات والحاجات الخضراء. الخضار والفاكهة لازم يكون ليهم يعني وضع أساسي في الوجبات بتاعة الأطفال والكبار كمان، يعني دايما احنا حتى بنقول للأطفال أو بنقول للأم قسمي الطبق، خلي نصه عبارة عن خضار. الفاكهة لازم تكون موجودة ما بين الوجبات، وما بنحددش أنواع علشان الأسعار، وعلشان مثلا ممكن تكون بعض الأنواع غالية، المهم يبقى فيه تواجد للفواكه والخضروات أساسي عندنا في الوجبات وما بين الوجبات. طبعا يعني اللحوم، الأسماك، الدجاج لو ما كانتش متوفرة مثلا هنقدم بدلها البيض، هنقدم بدلها اللي هي التونة، البقوليات برضو بكل أنواعها. ففي حاجات كتيرة قوي احنا ممكن، حضرتك عايزة طبق متقسم مليان ألوان اللي لها علاقة بالخضار والفاكهة، وفيها بروتين وفيها نشويات وفيها ألياف، ده الطبق المثالي اللي حضرتك شايفاه. دكتورة دعاء الغديمي استشاري أمراض الدم، شكرا جزيلا لحضرتك.